هناك بعض العلماء من قيد تحريم تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد بشروط ثلاثة، وهي أن يكون البادي قدم لقصد بيع السلعة، الثاني أن يكون جاهلا بسعر البلد، الثالث أن يكون الناس بحاجة لتلك السلعة، فهل هذه القيود صحيحة؟ نعم، ذكروا هذا، هذا موجود في شرح الزاد الأشياء هذه، لكن الحديث عام، الحديث عام فلا يقيد إلا بدليل. نعم.